قبل 10 سنوات صليت بالحوية، يمكن أكثر من 10 سنوات، اللي زوج أختي الشيخ بطي بن راشد، إذا جاء الشتاء إذا جاء الصيف يروح بالحوية، وزرته ولا والله برد، وجي عند الشيخ بطي واتعشن وياه ونام، ما شاء الله ولا نزكى عند رجل صالح ورجل من الخيار، يوم أذن قومنا وعبال ما توضج أثروا مقيم الصلاة بالمسجد حقهم كلهم شيبان الحوية، وجي والقالب آخر الصف فتحه بس تسد 2 أو 1، ودخلت كبرت، جاء ولد صغير وصلى بجنبي، ولد صغير وكبر الركعة الأولى الركعة الثانية، وبالسجدة الثانية أطلق صاروخ أرض أرض اللي جنبي صاروخ قوي يعني المسجد، أي والله الولد ذكي، الولد ذكي، يوم أطلق الصاروخ وسوى طلع وهج، والله يا إخواني يوم صليت أسلم وكل الشيبان حقون الحوية يناظرون بي، أنا عرفت واقف، قلت والله يا إخوان إني بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، يوم شافوا وقفت عرفوا إن الجبلان، قال لا يا شيخ سليمان، قلت عيونكم عيونكم لا تقول، خلي العيون عنك إيش تقول، أنا والله يا إخوان جنبي ولد الله يصلح وصلى وأطلق الصاروخ فولى هاربا ولم يعقب.